الحياة البرية للحيوانات من الموضوعات البيئية التوعوية المهمة جدا اللي منظمات مش بس محلية كمان منظمات دولية مهتمة بيها بشكل كبير. يمكن في محافظة اسكندرية عندنا فريق متخصص بيقدم زي ما نقول كده روشتات توعية، بينزل على أرض الواقع علشان يقدم توجيه وتوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على الحياة البرية للحيوانات داخل المحافظة. الفريق ده هو فريق اسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية اللي احتفلوا من كام يوم باليوم العالمي للسلاحف والحياة البرية في مصر. معانا دلوقتي على التليفون مي حمادة رئيس فريق إنقاذ سلاحف الاسكندرية والحياة البرية. يا مي صباح الخير عليك. صباح النور. أهلا بيكي. إزاي احتفلتوا كفريق فريق اسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية باليوم العالمي لإنقاذها؟ الفكرة كلها جت منين وابتديتوا الشغل ده من إمتى؟ احنا ابتدينا الشغل من 10 سنين وقلنا ان احنا نعمل احتفالية يعني زي عيد ميلاد للفريق بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف، نكرم فيه كل الاشخاص وكل الجهات اللي دعمتنا وساعدتنا من ساعة ما ابتدينا لحد النهاردة. جميل. مي انت اصلا معلمة معتمدة لداء الكلب اللي هو السعار، ايه اللي خلاكي تسيبي شغلك ودراستك وتهتمي بعالم الزواحف والحيوانات البريه؟ ايه اللي دفعك للدخول المجال ده؟ هي دي الحاجه اللي انا بحبها اكتر، وجزء بتاع الحيوانات البريه ما فيش حد مهتم بيه، يعني في نشطاء كتير عندنا في مصر سواء في اسكندريه او في القاهره بيبقوا مهتمين بالقطط والكلاب وممكن الخيول. صحيح. بس الجزء بتاع الحيوانات البريه ما فيش حد خالص من النشطاء كان مهتم بيه، فكان لازم اركز على النقطه دي. طيب هل الحياه البريه او الحيوانات البريه منتشره قوي بحيث انها تبقى عندنا قدرة على تعلم هذا الموضوع، ولا دي قليلة جدا وفي طريقها انها ما تبقاش موجودة ومتوفرة كده حوالينا فمحتاجة توعية من عدد قليل فقط من الناس؟ لا، اولا هي مهمة جدا ومهددة بالانقراض، ليها دور بيئي محمية بالقانون وبالاتفاقيات الدولية، وفي نفس الوقت بيتم انتهاكها بقى بالصيد والاتجار وان هي تتربى في البيوت او تتاكل، فكل ده كان محتاج توعيه وكان محتاج ان يعني يتاخد تحرك بان احنا نعمل توعيه والانقاذ ونرجع على قد ما نقدر اي عدد للبيئه الطبيعيه بتاعته. طب ماي بقى كلمينا كده بشكل عملي، بتعملوا ايه كفريق عمل لما تنزلوا على ارض الواقع؟ ايه هي التوجيهات والروشتة اللي بتعملوها للناس والمواطنين عشان يبقى عندهم وعي بالحماية الخاصة للزواحف والحياة البرية؟ بتتحركوا ازاي على الارض؟ انا بيجي لي بلاغ ان في سلحفة او اي حيوان بري تاني موجود في مكان، سواء مثلا كان في السوق او في زي ايه حيوانات برية غير السلاحف؟ حيوانات برية ليها بيئة طبيعية في مصر زي الطيور الجارحة، زي الذئاب، في الذئاب المصرية، الثعالب، القطط البرية، كل دي حاجات برية ليها موطن طبيعي في مصر، وللأسف بتبقى موجودة ساعات في المحلات بتاعة الحيوانات الأليفة وفي سوق الجمعة أو بتبقى موجودة عند ناس. فبالنسبة للسلاحف، السلاحف بتبقى موجودة مثلا في مطاعم حاطينها كديكور أو يعني عنصر جذب للناس كده مش هياكلوها، وفي سوق السمك بتبقى هتتذبح، غير إن في منها بيبقى طالع على الشط في الساحل الشمالي، طالعة بقى بتفكر انها تعمل عيش او طالعة تعبانة بتستريح او في حاجة تعبتها، اكلت بلاستيك، في اتخبطت في مركب او في حاجة، في اسباب بقى مختلفة بتتعب السلاحف فبيطلعوا عشان يستريحوا او انهم مش قادرين يعني يكملوا سباحة. طيب. فكل ده بيجيلنا بيه بلاغات. تمام. عايزة أعرف لما تلاقي حاجة من الحيوانات البرية بتتكلمي عليها زي سلاحف أو غيرها موجودة في محل، إيه الإنقاذ اللي أنت شايفاه يكون مناسب؟ أو لو هو موجودة في بيت، إحنا بنتكلم في أجواء إنها لازم تتربى في البيئة الطبيعية ليها، ولا لازم نوفر لها ظروف بيئية طيبة سواء كانت في المحلات أو في البيوت؟ لا، هي يعني ما ينفعش إن إحنا نوفر لها ظروف طبيعية، حتى لو قلنا ان احنا هنعمل لها محميه او هنحطها في متحف احياء مائيه او حديقه حيوان، هي لازم ترجع بيئتها الطبيعيه لان عددها قليل قوي فلازم تتكاثر، وهي مش هتتكاثر في الاسر. فالاجراء الطبيعي الوحيد هو انها ترجع، الا بقى لو في يعني مشكله صحيه عندها مش تمنعها
لكن ما فيش حالة زي كده عدت علينا يعني، فكله لازم يرجع بيئته الطبيعية. ده بالنسبة للسلاحف. لكن لو بنتكلم على حاجة تانية مثلا زي ثعلب أو ديب وتربى في القفل، ده ما ينفعش يطلق تاني، لأن هو خلاص اتعود إن هو الأكل يجيله لحد عنده، اتعود على الإنسان، فما يقدرش إن هو يرجع تاني بقى يصطاد بنفسه ويدافع عن نفسه وكده. فده ما بقدرش اعمل له حاجه، ده بسيبه. لما بيجي لي بلاغ بحاجه زي كده انا بقول لهم لا مش هينفع، احنا لو اطلقناه في بيته الطبيعيه هيموت. هو للاسف انتوا بوظتوا له حياته انكم استأنستوه. طب ما ايه هي عمليه الاجراءات الانقاذ الصحيحه لانقاذ حيوانات الحياه البريه؟ يعني في بعض الاحيان ممكن بعض المواطنين ما عندهمش الخبره او الطريقه العلميه للتعامل مع مثل هذه الحيوانات. ايه هو التعامل الافضل والامثل للحفاظ على الحياه البريه؟ التعامل الافضل ان انا لما اشوف حاجه غلط، مثلا في حاجه بتتباع، حاجه موجوده في مكان مش مكانها الطبيعي، ان انا ابلغ حد متخصص علشان انا ما اتصرفش غلط. ما اتخانقش مع صاحب المكان ده، لان هو رد فعله انا مش عارفه، هو ممكن يخبيها، ممكن يشيلها في مكان تاني، انا كده ما رجعتهاش بيئتها الطبيعيه. وكمان الحاجات اللي بتتعمل لها شير على السوشيال ميديا بتجيب نتيجه عكسيه في الجزء بتاع الحيوانات البريه، لان هو برضه بيعرف ان في اجراء هيتم اتخاذه معاه، فبيخبي الحاجه او بيغير مكانها. مي حماده، رئيس فريق انقاذ سلاحف اسكندريه والحياه البريه، بنشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير عليك.